تاني وتالت لكل الناس. يا جماعة أيمان الطلاق ليست للي ذراع الزوجة، لا، يمين الطلاق هذا نستخدمه لشروط. والله العظيم أنا بقول لك، أنت عارف حضرتك الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء والجهاز القومي للبحوث الاجتماعية أعلن حالات الطلاق عندنا تزايدت، والكل عمال يدور على حل ومخرج للطلاق. عارفة لو احنا طبقنا الإسلام في الطلاق هتلاقي النسبة دي قلت للنص طبعا. اوتوماتيك. الاسلام بيقول لك ايه في الطلاق يا ست لميا؟ بيقول انا النهارده مثلا اختلفت مع زوجتي، لا قدر الله، انا ما اقدرش اختلف، بس خليني يعني مره كده اتجرأ، لا لا، ان شاء خليني الله ما يجيش بينكم اي طيب خلاف ولا الله مشاكل يرضيك. ابدا. فاختلفت مع زوجتي، طب لما اختلفت مع زوجتي انا عايز اطلقها خلاص كده. الاسلام يقول لي بلاش الهمجيه، وبلاش الشجاعه الزائفه، وبلاش العنترية الباطلة. طب أنا عايز أطلق يا عم الشيخ أعمل إيه؟ يقول لك انتظر حتى يأتيها طهر لم تجامعها فيه. يعني إيه؟ تيجي العادة الشهرية وتخلص وما تجيش جنبها، عشان تكون النفوس هديت. لا، تكون أنت أحكمت القرار، فاضل على العادة الشهرية 3 أيام، 5، 7، 9، 11، أنت قاعد بتجمع دماغك كده وتوزن دماغك وتوزن عشان ياخد عقلك، قراره في حالة هدوء. ولما تخلص العادة ما تجيش جنبها وبعدين ترمي اليمين. هنا بالله عليك لو أن المسلمون تريثوا في هذا اليمين كده، وزي ما الإسلام قال لنا كده، ده اسمه طلاق السنة، لكن اللي احنا بنعمله ده اسمه البدعة، اسمه طلاق الهمجية، اسمه استخدام بس يقع. حق يقع. انا مش في قضية وقوع ولا عدمه، ما هو حضرتك اقول لحضرتك حاجة، انت في قضية استخدمت حق وخدت ذنب. يعني الراجل اللي قال لها على الطلاق لا تنزلي تشتغلي، يوم القيامة تاني افكرك الصراط عليه كلاليب من النار، كلاليب. عارفة الكلاليب؟ عارفة عزكم الله الذبيحة بتبقى متعلقة على الجزار، عند جزار في خطاف كده، مش كده ولا ايه؟ هو نفس القصة، الكلاليب دي تم ربنا أوقد عليها النار 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت. تخيلي بقى الكلاليب دي، احنا واحنا معدين على الصراط احنا احد ثلاثة، اما ناجي واما مكردس واما مخدوش. يعني اما واحد يعدي جري زي سيدنا ابو بكر كده، وزي سيدنا الحبيب تقول له النيران هيا اسرع بالمرور علي فان نورك اطفأ نيراني، ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما مقردس يعني أول ما يحط رجله ينزل في النار على طول، وإما مخدوش. خلينا الراجل صاحب السؤال ده بيصلي ويصوم وعارف ربنا وما عندوش حقوق عباد، اليمين ده يوم القيامة زوجته تجيبه كده يتخدش بقى، ده الخطاف ده يجيبه في وشه، وده يجيبه في عينه، وده، ولحد ما تجيبه قدام ربنا وتقول له يا ربي سله لما خانني في يمين ما لي وزر فيه. أنا عملت له إيه؟ اليمين ده محطوط لإنهاء العلاقة الزوجية. عشان كان بيحلف كتير طلاق. طبعا.